هو بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وانسجاما أيضا مع مبادئ وتوجهات منظمتنا اللي تشتغل في هذا المجال الحقوقي والديمقراطي والإنساني في الحقيقة. هو برنامج فيه تقديم يعني المجموعة من المجالات اللي تشتغل فيها المرأة وفيها أيضا ترسيخ لثقافة الاعتراف وثقافة أيضا صيانة الذاكرة إن صح التعبير، لأنه الشخصيات المختارة من أجل التكريم هي شخصيات رحلنا عنا للأسف، عملنا في صمت داخل هذا المجتمع، كنا حاملات رسالة إنسانية بأبعادها وبتجلياتها التطوعية مدنية حقوقية إعلامية فنية ثقافية، وبالتالي اخترنا أن نقف وقفة للانتباه لكي لا نبقى دائما يعني ملهيين بظروف الحياة التي فعلا هي تشغل الجميع، ولكن أيضا انسجاما مع هذه الثقافة التي قلت، فنحن يعني اخترنا أن نشارك هذه العائلات هذه اللحظة التاريخية بالنسبة لنا. المرحومة خصيفة خيا هي فنانة كما يعرف الجميع منذ الستينيات في هذه المنطقة، قامت بعدة أدوار وشاركت في عدة لقاءات كرسولة للفن بهذه المنطقة. هناك مباركة الزروالي إعلامية، أقدم مرأة إعلامية في المنطقة، ناشطة حقوقية بامتياز، اهتمت في مجال الإعاقة كثيرا ولها مركز للإعاقة هنا. هناك المرحومة أيضا محجوبة ببيتو، إنسانة اللي تركت بصمة مهمة جدا في المجال التطوعي في الهلال الأحمر في المجتمع المدني في تضميد جراح كل المعطوبين والمعطوات، في يعني القيام بأدوار إنسانية بينية مهمة جدا ومساندة المحتاجين في هذا المجال. هناك أيضا شخصية عيشة فال اللي هي ناشطة جمعوية من السنغال واللي اختارت يعني أن تقيم في مدينة العيون، واختارت أن تترافع وتناضل من أجل قضية المهاجرين ومن أجل نصرة حقوقهم، وكانت لدينا لحظات شراكة معها وعمل مشترك، فاخترنا في هذه الباقة من يعني المجالات أن نكرم هؤلاء السيدات اللائي رحلن عنا، نتمنى لهم الرحمة إن شاء الله ونتمنى التوفيق للجميع.